يشمل الأحداث من 55 إلى 2016. ولما نتحدث عن التهميش، هل أن قانون العدالة المدخلية هذا ينطبق أيضا على الجهات المهمشة، على المناطق المهمشة أو على المجموعات المهمشة؟ لأن التهميش عنده جذور تاريخية. أنا لما نحكي على التهميش في بعض المناطق، التهميش هو سياسة استعمارية استعملها الاستعمار الفرنسي في تونس، واستمر نظام بورقيبة ونظام بن علي في ممارسة هذا التهميش الممنهج على بعض المناطق. وعندي أمثلة تنصوب فيما بعد، مثال على الأقل لهذا النوع من التهميش. وحتى نحدد هذا مفهوم التهميش الممنهج، هناك إمكانية لتحديد طبيعة النظام القائم بواسطته. نعرف هل ثمة أطراف مورس عليها تهميش ممنهج أم لا. يعني إذا كان النظام الطبقي، سواء كان نظام ديني، نظام عرقي، نظام قبلي، نظام طائفي، نظام جهوي، لابد أن يورث ضحايا. معناها إذا كان نظام قبلي بطبيعة الحال، هناك تهميش ممنهج لبعض القبائل الأخرى، وهذه الأمثلة على ذلك كثيرة في المنطقة العربية وفي المنطقة الأفريقية. كذلك الأنظمة الطائفية هي أيضا تخلف ضحايا من طوائف أخرى، والأمثلة على ذلك كثيرة. كذلك الأنظمة الجهوية، وهذا مثال معناها بالنسبة لنا احنا في تونس، خلفت بالفعل معناها جهات ومناطق في تونس، مناطق ممنهجة. هذا هو استمرار بطبيعة الحال للسياسة الاستعمارية الفرنسية اللي كانت عندها مصالح في هذه الجهات، كانت تأخذ في حاجياتها في هذه الجهات، ولا تفكر لا في تنمية ولا في استثمار ولا في استنهاض لهذه الجهات. ناخذ مثال منطقة الحوض النجمي، أنا ننتمي لمنطقة الحوض النجمي. منطقة الحوض النجمي إلى حد الآن ما زالت تمر بعملية تدمير وليس تهميش. يعني تدمير على مستوى خاصة معناها الثروات الطبيعية نتاعها، اللي هما ثروتين اللي هو الفوسفات والماء. يعني الفوسفات اليوم قاعد يستنزف بشكل كبير ياسر، والماء زاد كذلك، معناها قاعد يستنزف بنسبة 65 أو أكثر في المياه، بحيث أن المياه اللي يغسل بها الفوسفات، كل طن من الفوسفات يغسل بمتر كوب. يعني أن الماء اللي يغسل في الفوسفات اليوم معناها ما يعادل، إذا كان اعتبرنا أن الإنتاج كان في 2010 8 مليون ونصف طن، ما يعادل 8 مليار متر مربع، حدده أحد مهندسي المياه. أش يقول أكثر من الماء الذي يجري في نهر مجرد. الماء اللي يخرج من باطن الأرض من منطقة المناجم، والذي يسيل في شط الغرسة، يعني يمشي معناها أداء منثورا، معناها أنه يساوي معناها نهر مجرد. وبالتالي أنه الإمكانيات نتاع المياه اللي موجودة هذيك يمكن معناها أن تحدث قفزة نوعية فيما يتعلق بالعديد من المسائل، سواء متعلق بالبيئة، سواء متعلق بالفلاحة إلى آخره. والسياسة التي مارسها الاستعمار على هذه الجهة وعلى هذه المناطق، وهذه سياسة مشتركة بين غرب الجزائر، شرق الجزائر، يعني منطقة دير رعاية ومنطقة بسة ومنطقة المناجم معناها في غرب الجزائر، في شرق الجزائر، وغرب تونس المنطقة المنجمية. السياسة التي مارسها الاستعمار فيما يتعلق بتهميش السكان، فيما يتعلق باجتثاثهم من أراضيهم، فيما يتعلق بالقضاء على كل نواة للعمل الفلاحي في هذه المنطقة، السياسة هذه معروفة ومنهجة وقضاء الاستعمار الفرنسي ومن بعد نظام بورقيبة وبن علي لتوفير اليد العاملة للمناجم. معناها كانت السياسة إخراج الناس والقضاء على ثرواتها الطبيعية، على ثرواتها الحيوانية، على إمكانيات إطلاق نهضة فلاحية أو إطلاق فلاحة في تلك المنطقة، من أجل توفير أولاً كمية الماء لغسل الفوسفات، ثم من ناحية ثانية توفير اليد العاملة للعمل بالمناجم. فهذا نوع، وهو اليوم معناها يمكن تقريبا فريد من نوعه في تونس.
مثلا ماشي معناها مجموعة بشرية وقعت عليها عمليات اجتثاث ممنهج من أراضيها وفك حتى هذه الأراضي ولم تتمكن حتى من استعادة جزء من أراضيها للعمل فيها وللعمل حتى بالسلاح والخروج من دائرة معناها المناجم. هذه بعض الملاحظات فيما يتعلق بموضوع